بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي متابعي قناة مأتم المرخ، نرحب فيكم في أول حلقة من برنامجكم المباشر اللمة الرمضانية، واللي نقدم لكم للعام الثاني على التوالي، وراح نستضيف فيه شخصيات بارزة ونقدم لكم برعاية الحلي سوبر ماركت. أول شخصية راح نقابلها في هذه الليلة هي شخصية لها باع طويل في الموكب والخدمة الحسينية، نلتقي به لنعرف من هو جعفر الدرازي أبو صادق خارج نطاق الموكب وبعض الجوانب البسيطة لجعفر الرادود. لنتعرف على كل هذا باسمي وباسمكم نرحب بالرادود القدير جعفر الدرازي. حياك أبو صادق. حياك الله ابو صادق، شرفت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو صادق، كيف الحال؟ مساكم الله بالخير. الله يتقبل عليك الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. الله يحفظكم. بسم الله. شرفتنا في ماتم المرخ ابو صادق. الشرف بوجودكم يا ساده. الله يحفظكم. حياكم الله. عاش من شافكم ابو صادق. الله يخليك، مساكم الله بالخير والنور والعافيه. الله يخليكم ان شاء الله. ابو صادق، بما ان احنا على البث المباشر، كلمه توجهها حق المتابعين بمناسبه الشهر الكريم، مناسبه الوضع الحالي اللي احنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الطاهرين. نبارك لكم أيها المؤمنون بمناسبة شهر الله الفضيل، الشهر الكريم، شهر الطاعات، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والله في البداية بالنسبة للكورونا، طبعا هو عنوان عريض، مرت سنة، مرت فوق السنة، فوق السنة، عنوان عريض الكورونا وما يفعل في البشر. الله يجيرنا. طبعا الكورونا أنا أشوفه يعني كثير منه أو قليل منه سلبي وكثير منه إيجابي. صح. شنو الإيجابي؟ شنو الإيجابي؟ الإيجابي إن إحنا تواجدنا في بيوتنا. بلي. تعرفنا على بعض أكثر. عدل لولا. صحيح. لبقنا. لبقنا. إيه لبق. هذيك الأيام من سفر، من طلعات، مني كل أماكن اللي تروحون اللي نروحها يعني أماكن أكثرها كل هلل الفسحة ومستانسين وغيره. الحين لبقنا. نعرف شنه اللي يعني شنه الأخطاء اللي عندنا. صحيح. نعرف هل إيجابيات عندنا هل سلبيات. نسوي أبديت إلى عمرنا كله. إيش سوينا في عمرنا؟ صحيح. هل إحنا قدمنا إلى آخرتنا؟ صح. ها؟ بارك الله فيك. فلا بد إن إحنا يعني مدام أكو مجال وأكو وقت عندنا، الوقت اللي دائما احنا قاعدين في البيت، مو بس احنا نتسلى، مو لعب على الكيبورد وعلى هالأشياء وتطول الوقت وتضحك ويا ربعك ومني ومنك. أكو قرآن، أكو كتب موجودة على الرف تحتاج لك تنظفها وتقرأ. هم بعد بالنسبة للكورونا المشاكل اللي تحصل في المجتمع، يا حبايبنا يا إخوان يا أخوات، بس كم عاد من الأشياء الزايدة، وهذا اللقاح مو زين وهذا زين، ومو زين الأشياء اللي قاعدين تسوونها وتسوون يعني الحبة قبة وتخوفون الناس. ترى الكورونا مو يعني لهذيك الدرجة، صح قتل، صح سوى يعني ودى الناس في غياهب. صح. الظلمات. بارك. ولكن حال أي مرض يعني. صح. بارك الله فيك. يحتاج وقاية. يحتاج إلى وقاية، يحتاج إلى، ولكن ننظر إلى أن هذا الوباء على أن فترة وراح تزول. زين. إن شاء الله.
فما نحتاج إلى كل هذاك. لا لا تأخذ هذا وكل يوم ما حطيتون برودكاستات وهذا لا تأخذونه ترى شو اسمه وقال البروفيسور فلاني خرعتون الناس. بارك الله فيك أبو صالح. يعني إن شاء الله إن شاء الله الكل يشوف الوضع نفس ما تشوف أنت الكأس نصف ممتلئ إن شاء الله يكون إيجابي. وطبعاً كل شيء من عند رب العالمين سواء احنا نشوفه بلاء او نعمه هو نعمه من رب العالمين. هو نعمه من رب العالمين الحمد لله رب العالمين. والله يجيرنا ويجير المؤمنين ان شاء الله. آمين يا رب من هذا البلاء. طبعا آمين. قبل لا نبدا ابو صادق اول محور نروح فاصل احبتي ونرجع لكم مره ثانيه. الحلي سوبر ماركت عروض شهر الخير. استمتع الآن بأفضل العروض لشراء احتياجاتك في مائدتك الرمضانية. زورونا في فروعنا جد حفص، توبلي، عالي، مجمع سترة، الدراز، دار جنيب، البساتين ونادي الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انظروا في خزائن العلم. قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع. أنزل فيه القرآن عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. الختمة القرآنية يوميا طوال شهر رمضان المبارك على قناة مأتم المارخ في الأوقات التالية. أعزائي المشاهدين نرجع وياكم مرة ثانية في برنامج اللمة الرمضانية مع الرادود القدير أبو صادق جعفر الدرازي. شرفتنا مرة أخرى أبو صادق. حياك الله. فيك. الله يخليكم إن شاء الله. في البداية أبو صادق تعرف بنفسك بطاقتك الشخصية. جعفر أحمد عبد الله علي عيد من قرية الدراز. نعم والنعم الله فيك أبو صادق. إن شاء الله. وطبعا كنت أشتغل في الهيئة البلدية كفني تراخيص بناء وتقاعدنا تقاعد المبكر في 2017. أقدر أقول هنيئا لك؟ والله نعمة. راحة. هو راحة لكن ترى الشغل نعمة. الحمد لله. مو نقمة. أبلي كم؟ أبلي إلى خمسة. نعم. أولاد والنعم الحمد لله. أولاد وبنات ثلاثة أولاد وبنتين. بلي وساكن وعدنا حفيدتين. والنعم وساكن الله يخليهم إن شاء الله. رحم الله والديك. ساكن كأنه خارج الدراز الآن صحيح؟ إي نعم. مدينة حمد دوار الرابع. ما شاء الله الله يحفظك. أبو صادق فترة من فترات عمرك أبو صادق الجناح الفد في نادي العرب الرياضي. أبو صادق كانوا يقولون إنك شويت وشوتاتك ما لها حل. أبو صادق شلون كان مشوارك الرياضي ويقولون حتى وصلت المنتخب؟ مختصر مفيد لمشوارك الرياضي. والله كانت حياتي الكرة. إيه؟ كنت أحب الكرة صراحة. الكرة شيء يعني شيق جدا. ولكن
سرعان ما اختفيت عن الأنظار والسبب الإصابات. اليد هذه كسر كانت أيام المدرسة الثالث ابتدائي، وهذه الركبة اللي ما أنساها طول عمري، يعني شيء يلازمني طوال حياتي، الطيحة اللي طحت فيها، واليسار هم كذلك ولكن اليمين أكثر. ما شاء الله. أهم شيء إني أنا أقدر أمشي. الحمد لله رب العالمين. كانت المنتخب صحيح. إيه نعم. فترة من فترة. ناشئين وشباب، ولكن ما توفقنا. يعني ما توفقنا، والسبب إن أكو ناس يعني ينظرون إلى المناطق والقرى. صحيح. صحيح. ها كل الجوانب ما يعني ما فيها لاعبين وما فيها يعني إنتاج قوي، بالعكس روحوا تشيكوا شوفوا. لعبت لأي عمر أبو صادق؟ والله لعبت عمر كبير أتذكر، كان إيه إلى 30 28 30، يعني ما هديت الكرة أواصل، بس كل مرة وتصيدني مشكلة. الله يعافيك إن شاء الله. خدمة الحسين أبعدتني. سيد سيد جابر قبل سؤالك كأنه بعد شلت قصيدة وانت على ويل تشير متعورة ركبايت فعلا من الكورة. نعم البارحة تكلمت عنها. طبعا هذا الويل تشير يعني كانت عملية سويتها في المستشفى العسكري، وباقي يوم عن وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو كان اللي ما إيه كان النبي محمد صلى الله عليه وآله، فخلوني لازم تشيل ما خلوني يعني. توفيق. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بالإضافة إلى الرياضة بعد أبو صادق، يعني أنت رياضي وحرفي، سمعنا أنك نجار بعد ولك في النجارة، كانت هواية يعني لو طقطقت؟ إيه كانت هواية. الحين هالهواية اللي أنا أخذتها اللي كنت أنا أحبها لبست في ولدي حسين. أشوف يحط في إنستغرام. هذا ولدي حسين طبعا عنده حرفية أكثر، واللي قاعد يسوي كلش شيء راقي، وأنا يعني كنت أسوي كرسي للوالدة مسكينة عشان بس يعني على الحوض تقعد. يعني أنتجت أعمال. إيه بس إنتاجات بسيطة يعني. إيه ومشيت. وطبعا الإنسان اللي ما عنده حرفة ما عنده بعد يعني حياته تعبانة. أفضل من وقت الفراغ. إيه أحسن. وحسين علمت أنت أبو صادق؟ أبدا ما علمت ما شاء الله. حتى صادق ما شاء الله يعني هم بعد الأولاد كلهم يعني أقدر أقول إنهم فنانين، إن كانوا البنات وإن كانوا الأولاد. الحمد لله. خب غير النجارة على ما يقولون رجالنا الأولين تحدحد في كل شيء، باي فيتر على قاشي. أبوي الله يرحمه باي فيتر. إيه. وعلمني يعني حتى سبانتين، حط هاي سبانة هاي سبانة، هذه أفتح وهذه أوقف. يعني مشي الحمد لله رب العالمين. عندك سيد؟ يعني هي اللي هي سالفة الحوسة. إيه؟ كان عندنا سؤال عن باي فيتر وقاشي وغيره من اللي يعني الأشخاص اللي ما يعني بناء ما يقدرون يقعدون يعني. إيه دائما يعني أسوي أشياء إذا كان كنت تعتمد على نفسك في هالأمور يعني تتعلم له كثير. بس يا أرضيدي يا كذي لازم لابد يعني، فالإنسان يتعلم كل يوم. ما اتصلت إلى مركب أنابيب. تعالوا تعال سوى هالشكل تعال، بعد هم فلوس هذه تكلف. يعني خصوصا انت يعني اذا كان عندك تحتاج الى انك انت تجود. صحيح. هل كم ربوية انزين تقدر تشتغل وما عندك يعني مشكلة، الوقت عندك متسع، تعلم شوف وش اللي قاعد تسوي، فهذه الحرفية زينة تنفعك وتنفع. صحيح. العيال يعني إذا شافوا الأبو يعرف يشتغل، وإذا ما عندك تقدر تساعد المرأة، يعني ماكو خطأ يعني، خصوصا في زمن الكورونا. نعم يترالي بعض النساء توهم يتعرفوا على رجالهم. أي والله صدقت. تصور يعني إن الزهراء عليها السلام والله هي تطبخ والإمام علي عليه السلام يكنس. صحيح. ماكو يعني مشكلة، ليش نحن يعني نتكبر ونشوف روحنا يعني.
إن كان الرجل هو اللي يجيب الفلوس، بعد المرأة هي اللي ما مو مقصرة، من الكبير للصغير تخدمهم ما تقصر إياهم. صحيح صحيح، ارحموهم. صحيح. أبو صادق، عندنا نقطة البحر بعد، كأنك دخلت البحر يا مال زين في جيلكم. نعم. وش تجربة كانت؟ والله كان؟ البحر شيء عظيم عظيم صراحة. إيه. وعز الله السامع، أنا سمعت بعد عندك حمارة إلوك دش. لا تفشلنا. بعد كل درازي دش البحر تقريبا. إيه والله، إيه والله. إيه. ولك يعني قصص في البحر، شيء مواقف ما تنساها؟ والله مواقف كثيرة. إيه. لا تذكر شيء يحضرك يعني شي. صدق الواحد إذا كان يبغي حياته تمشي صح، إيه، زين، يعتمد على الكبار. بلي. يعني اللي أكبر منك بيوم أكبر منك بسنة. صحيح. فما بالك يعني أكبر منك بسنوات. تعلموا من الكبار شنو اللي يسوونه، شنو اللي ينتجونه، شنو أفكارهم، احترامهم للناس شلون. مالي. الحين شباب هالزمن حتى قهوة ما يعرف يصب. عدل لولا. صحيح صحيح. شلون تصب القهوة، شلون هذاك ايش اسمه، هالحركة ما يعرفونها، تصور. صحيح. فيعني نحتاج إلى تغيير. صح. يعني أحبتي تفضل أبو صادق. نعم. بعد هم بعد يعني البحر يعني موقف إذا تتذكر أبو صادق في موقف. إي أنا قاعد أعيد كان حج حسين. الله يرحمه، نسيبنا رحمة الله عليه، الله يرحمه، سنة 91 توفى. كنت ألعب كورة هذيك الأيام. إيه. شباب وتوي يافع يعني. إيه. المهم يقول إذا يعني كبير رجال في السن. بلي. كنا نلعب درجة ثانية، نلعب يا قلالي. إيه. زين، ويا البديع، ويا للسنابس، سترة، زين، هاي الفرق اللي لعبنا ضدهم. أيه. وقاعد يسولف وياي، أقول له يعني حج حسين ترى غلبونا أقول غلبونا قلالي. زين، اللي يقول إذا تبون تغلبون قلالي أنا أحد عليك نظر. هذه أحد عليك نظر قوية. زين، شنو النظر يا حج حسين؟ قال خد لك قلتين تمر انزين وفرغها في بطنك وتعال شوف شوتتك مثل الفشقة. وقمت تطبق يعني؟ وين اطبق؟ انا ثلاث تمرات، يلا يلا. زين ابو صادق، كنا فترة من فترات بعد بديت على ما يقولون صانع حق تكون خطيب. إيه بس صحيح. وش صار يعني؟ أنتم شلون جمعتون هال بعد عسى قبل والله بديت وكانت البداية زينة، ولكن يعني تعرف إن الواحد إذا أول ما بدأ وما حصل شيء دفعة اللي تشجعه خلاص يدبدب ويتقوقع ويقعد مكانه. فما واصلت هذا الدرب، وهو درب جميل كلش ممتاز. صحيح. العزاء والنعي قريبين لبعض يعني. نعم. ولكن أنا ما واصلت، والسبب مثل ما قلت ما في مشجع، يعني ما تشجعت. وكان اللي شجعني العزاء دائما يعني أول بأول العزاء، ولا أهد العزاء الله يعني شيء إن شاء الله دوم يا أبو صالح. يا الله، يعني في كل مساري بعروقي. الله يحفظكم. الحمد لله خادم ومن ذا العزاء أبو صالح. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله دوم. أحبتي المتابعين. نعم. معذرة أبو صادق. تفضل. نختم هذا المحور بفاصل إعلاني ثم نواصل.
الحل سوبر ماركت عروض شهر الخير. استمتع الآن بأفضل العروض لشراء احتياجاتك في مائدتك الرمضانية. زورونا في فروعنا جد حفص، توبلي، عالي، مجمع سترة، الدراز، دار جليب، البساتين، ونادي الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انظروا في خزائن العلم. قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع. أنزل فيه القرآن عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. الختمة القرآنية يوميا طوال شهر رمضان المبارك على قناة مأتم المارخ في الأوقات التالية. أحبتي المتابعين، نرجع وياكم مرة أخرى في برنامج اللمة الرمضانية. ويانا الرادود القدير جعفر الدرازي أبو صادق، نرحب فيك مرة أخرى. نتكلم في هذا المحور عن بداياتك في الموكب الحسيني، ومن كان يشجعك؟ البدايات طبعا هي كبداية أي إنسان. كنت أسمع للقصائد العزائية، وخصوصا طبعا هذيك الأيام مسجلة. صح. وشريط وش قدها وش قدها لازم وش قدها انزين. فكنت استمع يعني الى النويني العراقيين، يعني حمزه صغير رحمه الله عليه، اساطير الوطن بالنسبه للبحرين من هنا وهناك. يعني كان اتذكر منهم سيد علوي، أو مو سيد علوي، استغفر الله، سيد محمود. هذه مجرمة دولة أمية. كنت أنا يعني المفروض أروح يا الوالد، وما رحت هذاك اليوم. حاولت معاهم ما رضيوا باعتبار أني صغير. كم كان عمرك؟ 10-11 تقريبا. المهم فما خلوني أروح. رجعوا وهم يعني مسجلين العزاء. هذيك الأيام كانت العزيات يعني مو كبيرة مثل الحين. صحيح. 4 سماعات هذه مرة، هذا العزاء هذا طويل وش طول. انزين فكان يعني سجل أخونا عباس اللي أكبر مني. هذا بعد طبعا رادود. صحيح. الله يحفظه. الله يحفظه. يعني لولا المرض إن كان هو حين أخذ دوره في تجاهل القرآن كان أكثر. وبعد موجود الحمد لله. عموما فسجل مقتطفات، وكانت المنامة تسخر ب يعني هاي المواكب، من ضمنها موكب رأس الرمان. ما شاء الله. إيه كان رأس الرمان قوي ترى. إذا جل منامة يعني شيء قوي. وهذيلين شو اسمه اللطامة مالهم ينزعون الثياب وعليهم صدور ما شاء الله. أنا هاي معلومات هاي كلها جديدة علي. إيه قاعد أنا أقول لك يعني كانت هذيك الأيام غير. إنزين وإذا كانت الهوسات صارت، إذا صارت الهوسات تعال شوف هوسة ورا هوسة هوسة ورا هوسة يضج المكان.
وتذكر الوالد وعمومي كانوا ويا بعض هم ورا الموكب زين، بس يستانسون بعزر عصر المال وكل واحد يجود ايد الثاني ولطمة. يا الله. وانت بديت بعمر كام ابو صادق كرادو؟ المهم سمعت هذا الشريط وقمت حفظته من الالف للياء. ما شاء الله. حفظت مجرمة دولة أمية لسيد محمود. ومن أخذتها حاولت أنا سنة كم؟ سنة 78. ما شاء الله. 78. أبغي أشارك، أبغي أشيل. قلت لل اللي يعني هاي اللي في المأتم كلهم يعني مو كبار، صغار بس أكبر مني. صح. زين قلت لهم بغيت أشارك، عطني باشيل. أقول كذي مزحة. ما في مزحة، صغير يعني عشان تجاد بس هم يمكن ما يعرفون. دائما عندي صراحة وعندي اندفاع، ما أخاف، ما أرتبك أبدا. عموما فبغيت أشيل ما رضيه ورجعت بغصتي وقلت للوالدة محبط زين ما خلوني أشيل. اللي تقول يا ولدي إن شاء الله إذا كبرت الدورك. جت 2000 أقول جت 79 ورحت حاولت بشارك نفس المكان هم ما رضيه. عقب سنة يعني. إيه عقب سنة. لا زال الصعب. طلعت وأنا في الغصة في قلبي. مشيت شوي إلا هذاك موكب يعزون. إيه. رحت وياهم قلت يمكن. لا أنا أقول له أريد أشيل في العزاء. قال إلى صاحبه واحد منهم. قال له صاحبه تخليه يشيل. يقول خله. لأنهم تعبانين أساساً فروا الدراس كلها بهالموكب اللي فيها الصغار 4 قرعان استغفر الله. هي يعني نسميها الشكل كلهم خدامها للبيت. صحيح صحيح. ولكن هي يعني من باب اللطافة ليس إلا. المهم عطوني الميكروفون. من عطوني الميكروفون؟ مجرمة دولة أمية. جاهز ها؟ جاهز. الصوت سبرانو رفيع. مجرمة دولة أمية. ما أخذ 5 دقائق إلا هذا الموكب شطوله. ما شاء الله. إي والله. وكان عمرك ذاك اليوم كم تقريبا؟ 12 ل 13. ما شاء الله. زين أبو صادق، من مجمل مشاركاتك الكثيرة ما شاء الله، أي خلنا نقول العزاية أو الشيلة الأقرب إلى قلبك، وإيش سبب أنك تعز هذه الشيلة عن باقي الشيلات؟ والله في يعني لو تلاحظون أن كثير من الناس يعيدون الأشياء الماضية ودائما من يشوفون جعفر بويا أنا عطشان ومن يشوفون جعفر قالوا بوي عباس انت جبتني. ناس من هالجهة، ناس من هالجهة، ناس أعاتب زين، ناس يلي رايح تعتمر زين، ناس يعني فتشوف دائما يذكرونك بالأشياء اللي مضت. و حبذا لو تعيد القصائد القديمة. طبعا جهز روحك ونخليك تجيب لنا شيء منهم يعني. إذا فهي أي واحدة كانت يمكن أنت شخصيا متعلق فيها أكثر؟ والله أحاسيس يوم كنا في الكلية وأنا متأثر وأنا حزين ما أسولف لك على قلبي اشتحمل. يا العزيز اسمع مآسي وتأمل. عطنا اياها باللحن ابو صادق. ما سولف لك على قلبي اشتحمل يا
العزيز اسمع مآسي وتأمل. ذوبتني حنة أطفالك يا مبرور، وما يهمني الصوت على ظهري تحول، وابنك الطاق برقبته ودمه يسيل. هالعزيز بهالسفر أكثر تعلل، خويا لو يحصل يا خويا على هواي، لقضي عمري يمجثتكم بيتاماي، والمصايب ذهلتني يا سقاي. لله ابعث كل نحيبي وشكواي، وهالبراري الطويلة تقطع عنها رجال، واني حرمة وضعيفة وفاقدة بيا حال، واركب على مطية وهالشمس واغلال. يا حبيبي بعدكم جارتي الأيام، شيبتني يا خويا وجرحي ما يلتام، والجرح من نزيفة حصلت آلام. أحسنت يا أبو صادق، أحسنت. طيب واحد من الشباب، طيب الله يحفظك يا أبو صادق. الله يخليك. من يسمع شيء من مال الأول يقول باي رجعت العوارات كلها الأولية. الله العوارات صحة العافية. الله أحسنت أبو صادق، طيب الله أنفاسك. ممنون حبيبي. في نفس المحور أبو صادق، موقف مضحك أو محرج صار لك وانت تشيل؟ والله اكو مواقف محرجة والموقف ما تنساه يعني صادق. والله المواقف اللي انا حاط في اعتباري اني قلت اكيد بس شنه الموقف. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اذا ما يستحضرك نعدي خلاص لبعدين. ايه عدي. زين ابو صادق، في مشاركاتك في الموقف، في داخل الماتم وفي خارج الماتم، وكل رادود يفضل مناخ او جو عن الجو الثاني، انت ايهم تفضل داخل وخارج وليش اسباب التفضيل هذا؟ إيه؟ ما احب افضل. ايه احب دائما تنوع نقول يعني. إيه؟ ايه يعني عندي المشاركة اليوم في المرخ. ايه وين المشاركة في المرخ؟ داخل المأتم أهيئ نفسيتي. إيه. الواحد يهيئ النفسية علشان يقدر يبدع. بلي. لكن إذا قال أوه خلوني في المأتم وأنا أحب خارج، فما بيبدع. والسبب شنه؟ الإخفاق. إيه. يعني نوع اللي يتأثر، نوع اللي يقول أنا خاطري أشيل بهاي بهالشكلية وهم ما عطوني مجال، فما راح تبدع. بلي. الإبداع أنك أنت أي مكان يحطونك ها؟ إيه تتأقلم ويا تتأقلم ويا. إيه. أي ظرفية من الظروف، ربما أنك أنت حتى ما يعني الصدى وقف. إيه. هذيك الأيام يعني إيه ويا واجد الصير هذه تصير. إيه. المواكب العزائية أنت عندك يعني ربما صارت مشكلة والصدى ماكو. هل انك انت يعني ما تأدي دورك؟ لابد انك انت تأدي دورك، تتكيف على الوضع، تكيف روحك. صح. على اي ظرفيه من الظروف عشان تخدم بروح. هذا القصد. احسنت ابو صادق. انا استحضرني الحين سؤال في بالي يمكن حتى هو مكتوب في الاعداد. في السنوات الاخيره ابو صادق صارت يعني نقله خلنا نقول واضحه في مساله الالحان والاوزان وطريقتهم. وانت متعود على الالحان القديمه نفسها القصائد اللي جبتها.
شلون كان تعاملك في هذه النقلة يعني؟ هل شعرت بصعوبة؟ شوف اللطمة بعد نفس الشيء السريعة سيد يعني. اللطمة المشكلة. ايه. اللطمة المشكلة بالنسبة للألحان عطني جيب. ايه. عادي. ما عندي مشكلة. لحن أوه. لحنين عشرة. هو أنا اللي أتذكره بعد ما في مشكلة. أبو صادق أنت يمكن كنت بداية رواد اللي أخذوا التنوع الألحان أو نقلة الألحان القديمة كان في ألحان رتم واحد نفس الطريقة العراقية تالي صار تغيير كان أبو صادق من أوائل اللي بدوا يغيرون على ما أعتقد صحيح أو أنا يعني هل جعفر إذا قالوا له الكلام بيقول إيه بس أنا يعني خلنا نقول متابع هذه نعطيها الناس إيه؟ وهم يعرفون بلي. ويقيمون صحيح قيموني الأول قيموني الأخير بارك الله. هذا الناس هم يعرفون فلي خدم يعرفونه صحيح إن شاء الله في مكان حسناتك دائما أي الناس يعني يا سيدنا ما ينسون خدام أهل البيت صح. ويعرفون كل واحد على حدة هذا شنه سوى وذاك يعني فلذلك كل خادم من خدام أهل البيت لا تفكر أو لا يفكر على أنه ما عطوا حقه يعني. الحق موجود إذا مو عند الناس موجود فعند الزهراء موجود صحيح 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين فالأمور ماشية إيه. وما على الإنسان إلا ما سعى صحيح أحسنت أبو صالح الله يحفظ الإيجابي يعني عندنا بعد قضية المشاركة مشاركة المشتركة ويا رادود آخر أبو صالح نعم شون إيجابياتها سلبياتها رأيك فيها هي صراحة المشاركات الثنائية أبو صادق قبل لا تجاوب هذا أنت في الصورتين لو نعم شلون التركيب كان يعني في داخل الزمن فتشوف يعني قبل هذا ابن عمكم سيد علوي مصور ما شاء الله عرفت شلون هذه هم صورني نفسها هذا في بيتي أول بيت أخذت طبعا هذيك الأيام كلها أجار من أجار لأجار فهذا البيت أتذكر زين شنو الإيجابيات والسلبيات في الأعزاء طبعا لابد أن الإدارة تعرف شلون تستخدم الرادودين أو تشوف أن الرادودين هذيلين يمشون ويا بعض هذا شيء طيب ولكن نبغي شيء جديد نبغي نقلة بلي. نبغي فكرة شبعنا بلي. من الأفكار اللي موجودة فأشوف أن تشبعت الساحة من المشاركة الثنائية بلي بلي وحتى بلي. بعد المشاركات يعني مثلا سويت اللي هو شو يسمونها كذا رادود من الرواديد شو يسمونها أوبريت أوبريت أحسنت الأوبريت حلو وزين ولكن بعد هم احنا لابد نوظف هالاعداد الى شكلية ثانية تكون يعني مغايرة عن ما مضى اذا عدنا اساليب ابداعية نقدمها صح فمثلا الاوبريت مثل ما تقول حال حال المسرح بلي. عدل لولا صحيح فقدم المسرح عنده اشياء قاعد يبدع انت ابدع اذا فيه بلي بلي ابو صالح تحكينا عن التاريخ نعم انا تحكى شوي عن الاشياء الجديده نفس ما طرحت انت الاوبريت في قبل سؤالي في فيديو حق شيله من الشيلات الحديثه خلنا نقول اذا نقدر نسميها اول شيء نشوفها ويا بعض وبعدين نسال من الوطن عنا يا بس لجيلك نصرخ يا عباس البطل دخيلك يا عباس زوارك جينا يا عباس زوارك جينا بعد أبو فاضل يسمع الصرخة مأجور يا
للشاعر خليل آل إسماعيل البحراني. طبعا أبو صادق شيلة زوارك إجينة ذكرى ذكرى وبالتأكيد لها وقع خاص في قلب أبو صادق، خصوصا أن مكانها بين الحرمين. الله توفيق. وهذا توفيق، وإن شاء الله الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله. يا الله. فأعتقد أنها لها وقع خاص، ممكن تتحدث عن هذه الشيلة بالذات أبو صادق؟ هذه الشيلة يعني أشوف أن في شيلات من يعني اللي ألقيتهم لابد الناس يقولون هذه القصيدة أو الشيلة كانت جدا رائعة. فهذه رغم أنها لحن وكسرة ولكن سرقت الأنظار أو سرقت المسامع إن صح التعبير، ولامست المشاعر. ولامست المشاعر. صحيح. أحسنت. للشاعر خليل آل إسماعيل الله يحفظه. فتوفقت في هذه المشاركة، والسبب أنه يعني أنت بين الحسين والعباس. بلي. بلي. وش بتقدم؟ بلي. أجواء وكلمات. تقدم روح ونفس وزفرة وتألم ودمعة. إحساس. إحساس هذا الإحساس. صح. فالناس كلها متوجهة وتقدم له لحن مرتب ومستهل قوي، أكيد بلي. راح توفق يعني. بلي بلي. فالحمد لله كانت يعني موفقة الحمد لله. يعني أقول إني يعني ما أقول شيء، ولكن ربما ناس يعني ما تعجبهم هذه الأسلوب، وإنما إحنا نقول وصلت للزهرة. الحمد لله رب العالمين. الله الله يرزقك إن شاء الله دوم التوفيق يا أبو. يا الله يا الله. يرزقنا وياكم إن شاء الله الوصول لهذه. يا الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أحبتي نروح فاصل ونرجع إلى محور إن شاء الله نستمر في لمس مشاعركم وخلكم موجودين. الحلي سوبر ماركت عروض شهر الخير، استمتع الآن بأفضل العروض لشراء احتياجاتك في مائدتك الرمضانية. زورونا في فروعنا جد حفص، توبلي، عالي، مجمع سترة، الدراز، دار جليب، البساتين، ونادي الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انظروا في خزائن العلم. قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع. أنزل فيه القرآن عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. الختمة القرآنية يوميا طوال شهر رمضان المبارك على قناة مأتم المارخ في الأوقات التالية. أهلا بكم أحبتي المتابعين مرة أخرى مع برنامج اللمة الرمضانية ويا الرادود القدير جعفر الدرازي. أبو صادق عندنا اتصال من أحد المقربين لك، أحب يكون يانا على الهواء. تتوقع منه أول؟
والله أحد المقربين صالح قريب يعني بتسمعها الحين يوسف بتشوفها الحين والله أنك صدت الأمانة الحين يسمعنا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال عزيزي الله يحفظكم ويخليكم وينجح مساعيكم يا ربي في هذه اللمة الله يحفظكم وعليكم أهلا وسهلا أبو أحمد وياك جعفر إذا بتحايب به أهلا وسهلا أبو أخينا الكبير جعفر الدرازي العمود الكبير الذي دائما نشتاق إلى لقائه حتى في حال اللقاء فأهلا وسهلا في هذا المكان حياك الله يا أخي العزيز الله يحفظكم جميعا إن شاء الله أي كبير وأنت الكبير أنتم كلكم أحبائي وكلكم كبار عندي نقبل نقبل جبهتكم المباركة يا الله أحمد. يحفظكم الله يحفظكم يا أبو أحمد أبو أحمد الله يخليكم لبعض طبعا اللي ما يعرف منه اللي يانا في الاتصال الأخ الأكبر للرادود جعفر ألا وهو الأستاذ يوسف بن أحمد الدرازي رحب فيك يا أبو أحمد وطبعا أستاذ يوسف الدرازي المرخي بين قوسين لأنه ساكن في المرخ صار له سنين نعم إيه. أبو أحمد طبعا احنا متصلين فابو احمد من دردش اياه شوي عنك تمام تفضل. زين ابو احمد اذا ممكن تخبرنا عن جعفر لما كان يبغى يشيل في ماتم سيد علي عقب ملا صادق القصه هذه اللي حدثت اذا ممكن تحدثنا عنها جميل جدا انه الذكرى دائما تتوقد في عروقنا وفي كياننا الكثير من الناس يذكرون ذلك الوقت حينما كان اخي جعفر بأقل من 10 سنوات بلي. يأتي إلى مأتم السيد علي بلي. ظهرا فأراد أن يرتقي المنبر المقاومة الرجالية في ذاك الوقت لم يتعودوا على التغيير صعب جدا تغيير النمط الذي يراد صح. فما بال هذا الطفل الصغير يرتقي أعواد المنبر ويتكلم شيء غير مستثار أساسا فملا صادق الله يرحمه بعد ما انتهى طلب هذا الصغير جعفر أن يروح إلى صاحب المأتم صاحب المأتم هو سيد أحمد الموسوي صحيح. وهو الذي يخيط ويبيض في كل الأمور وهو رجل قام ذو هيبة عالية جدا وله صيطة في المنطقة ككل حينما رأوا الكبار إن في شخص صغير جدا يريد أن يسمع الكبار حالة ردادية أو شيء من هالقبيل بدأت العيون تشرأب والنفوس تشرأب والأعناق ارتفعت من هذا الذي يريد أن يركب على هذا المنبر ما قالوا من هذا أبو أحمد قالوا ها من هالياهل إذا بنتكلم المفروض على كل حال إيه؟ فالأمور حلوة يعني البساطة وكذا إيه؟ غير بس أنا ما أدري أنا رأيت تفضل أبو أحمد على كل حال إيه؟ من ضمن الموجودين كان العم الله يرحمه أبو عبد الله إيه؟ الله يرحمه يخشى أن يركب ابن أخي على هذا العود ويخطأ وتكون الفضيحة والفشيلة إيه؟ والتراجع له في الوقت اللي كان الوالد الله يرحمه كان منوم في المستشفى مريض صح رحمة الله عليه الحجي أو السيد أحمد أعطى جعفر مجال إنه يتوغل لقلبه كان محب هذا الرجل يعني محفز مغير يحب إنه إيه يخرج هذين الصغار بنمط بلي. لم تكن في كثير من عقليات ذلك الوقت بين الصد وبين الرد بين الصد وبين الرد جعفر لحوح لحوح جدا جدا لابد وأن يحصل على ما يريد هذه من كثر ما يلح على الموضوع لا أحد يغلبه في الإحاح الإحاح قوي 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 فاستطاع أن يسيطر على عقلية السيد سيد أحمد العلوي وقال يا أبو عبد الله خل الصغير ياخذ دوره قال والله انتونا بتشلون والعرك تعرف بدا يزخ على عمنا والناس والكذا وغيره تعال خلوه تعال يا بني وركب على المنبر ايه قال
رج المدينة بزلزال، رج المدينة ما شاء الله، نعش الحسن يوم دال رج المدينة ما شاء الله. حقيقة صدور الرجال لم تتوقف لحظة، صار الانفعال أقوى مما حد يتصور. ما شاء الله. الخارجين من المأتم وقفوا، النساء في مأتم سيد علي والنساء كلهم توقفوا عن أن يستمعون لأي صوت آخر. بلي. وكانت الوالدة الله يرحمها رحمة في البيت تنظف الهادي، اللي تقول هذا الصوت، هذا الصوت صوت ولدي، صوت ولدي، ما خابت بدأت يعني تستقبل ذاك الصوت. رحمة الله عليه. أبو أحمد عزيزي طبعا هذا الموقف الموقف أخذ منها وأخذ منه وأخذ من الكل. فيما بعد الكل كان يريد أن يتمسح ويتبارك من هذا الطفل الذي ألهب الكثير من يناغي هذه العزائية رج المدينة. تالي الكل عرف منه هالياهل اللي ركب المنبر. فعموما بعدين عرفوا قال هذا جعفر ود أحمد بن عبد الله، وجعفر ود أحمد بن عبد الله كل ليلة يسوي لنا حركات، وهو كثير من مواقف كثيرة ولا يقتصر على موقف عزائي، وإنما طول حياته حياة بها مواقف متنوعة جدا. أبو أحمد جداً دام تتحكي عن المواقف بشكل مختصر وسريع، موقف فكاهي لجعفر في حياتكم ما تنسونه سواه في العيل، عطنا موقف. عندنا مجلس مؤقت. هذا المجلس المؤقت ليلة الثلاثاء يعني ندعو إلى العادة الحسينية، فيبدأون الكبار بالإتيان إلى فجام الحسن الأسطور أبو الأستاذ عيسى يقرأ وجابوا الرز ومأدبة العشاء. جعفر من العصر ذهب لي يحبل صيد طيور، فصاد طيرين طيرين بدون أن يقطف أجنحتهم، ووضعهم على ستارة المكان المؤقت. أكيد مدقية. أي نعم مدقية. فأخذ المدقية يذهبون يأتون ويذهبون على تلك الستارة في مجلس العادة. أي نعم. عموما أنا أختصر الموقف، فشالوا السفرة والمدقية يحبون يعني يشتمون هالريحة شيء غريب وكذا، لكن كل الموجودين ما يدرون انه هناك في طير او طيرين او كذا. احد عمي الله يرحمه اللي توه متوفي ابو فيصل كان يحترم الوالد احترام كبير جدا، يعتبره اب وجد ويعتبره كل شيء في حياته، فيخاف انه يعني حينما ينظر الى الوالد يريد ان يقول له اني انا صاحي. لا طالعني ترى انا على طول صاحي، لكن الرجل يعني مستهلك في البناء ومستهلك في التعب واشتقاء. فبدأ تطرف عينيه شيئا فشيئا، فانزلح شوية عم العم، فجاء ذلك الطير في حضن عمي وجلس هناك متمردا، فقام بفزة فزة عظيمة أمام المجلس الحسيني، والملا يقول سوري الحرم يا حسين لا تجذب الونة، بل كفي عزل من البكا تهدأ الرنة. لكن عمي هذه الرنة سواها بقفزة عظيمة لا يمكن أن ينساها، تبادر للكل ماذا صار، حتى الملا ماذا لديك يا حج حسن، قال إنه فار 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 جاء إليه. اخترب الموقف، خرج أبي غائضا جدا جدا يبحث عن من يدور جعفر أبو المشاكل. وين أبو المشاكل يبحث عنه؟ أبو المشاكل بعد عنده في مشاكل ثانية راح لم يصده. لكن الموقف صار على رغم يعني ضحكة وعلى رغم بساطة أثر بجماله وببساطة الناس وبحلاوة الناس، وتمت نذكر هذه الحادثة كأحلى مذاق الذكريات في حياتنا. بارك الله فيك يا ابو، ما قصرت، تسلم، وكنت ضيف شرف على ان مشكور عزيزي.
اهلا وسهلا الله بكم وإلى اللقاء معكم. حياكم الله يا ابو احمد. ابو صادق بعد قبل ابو احمد تفضل. يعني عندك تعليق على كلامه؟ طبعا اخونا استاذ يوسف معروف في المنطقة دائما يعني له خدمة جليلة في مجال يعني تعلوم مجال تربوي يعني مجال التربوي شيء يعني ما شاء الله الله وهبه بصيرة ويعني راقي في تعامله مع مجتمعه. أيضا هو يعني يقدم برامج بالإضافة دائما يشارك في أتراح الناس وأفراحهم. بارك الله فيك يا أخي العزيز الأستاذ يوسف وأنت تاج على رأسنا ولولاك لما صرنا. الله يحفظك. الله يحفظك. خادم. يحفظك إليه إن شاء الله. الله يحفظه إليه. وأنا أشهد لأن ترى أنا زاملت أبو أحمد في العمل ما شاء الله كل الكلام اللي قلته قليل في حقه. أي والله. إيه والله. الله يحفظكم أبو صادق. قديم المحبة بينكم. آمين يا رب. نشوف الحين أبو صادق مقطع فيديو ونرجع إلى الأسئلة. شلعت سور الحرم خيد نقبل أرحل يسرنا خلني أذوقيت حتب بالميدان وياك ولا يسبني وياك هذه مقاطع ميكس أبو صادق من مشاركاتك الخالدة اللي تكلمت عن معزتك. نعم. ويعني أنك تتذكرها بشكل كبير. نعم. وش الموقف اللي ذكرته الحين؟ هذا نفس اللحن. إيه. اللي هو من آخر مقطع. آخر واحد. إيه. زين هذا ذكر. هيك أنا أضلع وتكلم له. لا لا. لا, لا, لا هاي في منامة هذه. لا. أوكي. هذا. هذه آخر واحدة في المنامة كنا. حج عباس او بن سلوم او ما شابه ما انا متذكر المهم المهم ايه اللحن اي 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 ايه حج عباس صحيح الله. عقب هذا اللحن كان شاركته في الدراز العصر ايه يوم وفاة الامام الرضا عليه السلام سلام الله فكانت فكان هذا اليوم يوم لا ينسى. ليش يعني مو ما كانت مو على القصيدة، القصيدة صح فيها حزين فيها ذاك ولكن كان هذيك الأيام طبعا ما عدنا مجاري فكانت هاي اللي يسمونهم كرمكم الله البواليع فكان الديرة يعني بهلها وبساطتها يعني تخلق لك جو عظيم حلو. الموكب إذا جعل يعني بالشارع
النساء عند البيت مثلا واقفة وتستمع إلى صح. العزاء صحيح. وبعدين زغردات أو ولولة والولون والولة حزن يعني صحيح. من فرح تفاعل. فهذاك اليوم العزاء ضخم كان كبير سنة 95. فقاعد أدي جاني أحد الشباب وقال لي ترى أبو صادق راح انفر العزاء إلى جهة ثانية، أنا أريد ينتهي العزاء لأنه تعبان، وكان الموكب كله مشارك فيه ومشارك بالليل فتعبان. قلت أريد أخلص. المهم فقال في مشكلة صايرة أن نساء طايحين في البلعة يعني مشكلة كبيرة. عموما أنا من قال هالكلام تبهدلت. أشوف القصيدة زين يعني أشوفها، لكن أشوف شيء شنو نوع تفكر فيه يعني أشوف الحجم واضح وكل شيء والعين الحمد لله بصيرة، لا أشوفها كأن شيئين يعني دار الراس. خفت على الوالدة لأن والدتي أهلي جماعتنا كلهم يوقفون على هني زين علشان النوع اللي مرتفع، وهذا المرتفع يشوفون الموكب زين والعزية يطلع. المهم هذا يوم قال هذا الكلام أنا يعني مو في حالة يعني، فاستخدمت أشوف يعني القصيدة حين إذا تغلط يبين الغلط صحيح. فقلت يعني أسلوب هالشكل بدون كلمة يعني بدون كلمة لأني ما قاعد أشوف. جاني أخوي صالح اللي يقول لي وضح الكلام ترى غلط كله غلط. اللي أنا قلت تعال خذ الميكروفون خل شارك، اللي يقول لا 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 خذ لأن العزة حماس وما يصير إنه يجي يقطع وتصير مشكلة، فما كان يعني مناسبة. وحطيت أعاتب على العباس لو أعتب على حسين باعتبار أني حافظنها ومشيت الموكب. وبعدين فعلا اللي طاحوا في هالبلاعة منهم الوالدة أختي زوجة أخوي أستاذ يوسف خدامتنا يعني شوفوا شلون كان الموقف. فكان هذا موقف من المواقف اللي كانت هي مؤلمة، لكن الحمد لله ما صار الحمد لله يعني كان شيء بسيط يعني الحمد لله. الحمد لله. فهذه المواقف شوف شلون تأثرتون صحيح. بعد في نفس الإطار موقف. أبو نعم. صادق نمبة تطبيق بعد آخر إلى أو اختار يعني قصيدة اختار قصيدة أبوي أنا عطشان أو فطر. أعاتب والسعي جيت صداحا بألوان تغاريدي وزغب الريش نثارون بأنغامي أنا شيدي رسمت الحول ما بالورد على الومض الذي قد ملا ومن زغب جوائني منحت العطر للورد هلم يا حشاشاتي على الومض الذي قد هلا دقي نسايم الجوى دقي وراويني وأخرجيني زهرة من لجة الطين لا
لممت قطرات الندى منها سعيدا حتى صنعت بالندى عقدا فريدا اثنان قد عشنا معا أنا وأشواقي لن نرتضي بثالث إلا يدا الساقي. بارك الله فيك. ما نتذكر بس هي أحسنت. طيب الله أنفاسك. زين أنا هذه من سامح سيدنا هذه من أكثر القصائد اللي الناس شكروا يعني هذه المواقف عن المشاركة في هذه القصيدة وكانت موفقة جدا. بارك صحيح. الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. الله يثبتك إن شاء الله دوم يا أبو صادق. على ولايته. أبو صادق قبل لا أسأل آخر سؤال في البرنامج بعد نبة تطبيقنا هذا أطلبه لأن إحنا أيام الابتدائي أبو صادق كنا نعم. في الباص الروحة والرجعة. نعم. زين كنا كله يرددون الكبار وإحنا نردد إياهم بويا أنا عطشان. كانوا يجيبوا خبناشيد ويجيبوا عزايات وكل ابويا انا عطشان الله فاذا تذكرها ابو صادق لنا جديد جيبها لنا على السريع قبل هذه ابويا انا عطشان ايه؟ تفضل اريد اقول شيء مهيئنا ايه تفضل زين اذا امكن رحم الله والديكم اكو مجال ايه موجود المجال دام جهز روحك احنا بعد مستعدين نسمعك يا ابو صادق ممنون الله يحفظكم لحد يا ربي ضايق علينا بمرين لا روح للمأتم ولا لزيارة حسين وحياة من لبى وسعى وسط المعارة وضحى بمهجته وكل هلا ويا انصارة لجل الذي يقصد له بوقت الزيارة ولجل الذي في مأتم يهمل ليل العين وحق نحر المنحور مع ذبحة رضيعة ضاقت يا ربي علينا الدنيا الوسيعة وتدري العزاء والنوح هو سلوة الشيعة لا نوح في المأتم ولا ناعي على حسين والله البث المباشر ما يروي غلة أحزان محلى الصيحة بماتمك يا المتيت عطشان وندخل نعزي فاطمة سيدة النسوان ويا الوصي والمصطفى سيد الكون بويا أنا عطشان أريد قطرة مية تروي عطش جبدي بعدها أرجع الميدان وحدي أصيح الله أكبر على كل من تجبر وراويها الكفر حملات جدي الله وياك يا ابني منين الماي ليا روح الهادي يرويك بالجنة العالية بويا أنا عطشان
اريد ارجع الحومه وصد عنك العدوان، لكن هالعطش بدد الجهدي في وداعة الباري، انا للموت رايح سلم لي على امي روح مجدي. الله وياك يا ابني منين الماي لي روح الهادي يرويك بالجنة. علي أنت يا أبو صادق، والله نتمنى أن هاللقاء يطول وما نخلص. وكان عندي سؤال أنا ودي أسأله، بس للأسف ترى وقت البرنامج مو خلص، زاد عن الوقت مراحل، ما حسينا صراحة حديث شيق. عهدنا وياك للمحشر يا مظلوم، نضج بهالمواكب ليل ونهار، نحوم على المصايب ما نملها، نواسم الحسن والمدمع انهار. زهير احنا وحبيب احنا الرياحين، ولا يوم الوفا يا ابو علي انهار. عهدنا وياك للمحشر يا مظلوم، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. عهدنا وياك، اي والله، وهاي الزفرة قدمتها ليكم من قلب، الله يحفظك. سلام الله على الحسين، سلام الله على الحسين. عهدنا وياك الى للمحشر يا مظلوم، بهذه الردادية أو هذه اللطمية وهذه الأحاسيس نختم أحبتي، ونشكر باسمنا وباسمكم الرادود جعفر الدرازي على تجشمه عناء الحضور، ونشكر الحلي سوبر ماركت على رعايته الكريمة لهذا البرنامج، وفي أمان الله. أحسنت. الحلي سوبر ماركت، عروض شهر الخير. استمتع الآن بأفضل العروض لشراء احتياجاتك في مائدتك الرمضانية. زورونا في فروعنا جد حفص.